قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وعده شد أم لين أسلوب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه أنا أسميها حيدة لأن كما أجبتني كما أجبتني من قبل لما قلت لك أبو السنابل قال له علي في حقي كذب أبو السنابل شد أم لين هذه شدة نعم وهذه الثانية فقط بين له قال أجعلتني لله ندًا هذه حيدة بارك الله فيك أنا ما أسألك بين أم لم يبين أنا أسألك شدة أم لين لماذا الآن اختلف منهجك في الجواب من قبل ما قلت بين له لما قال له كذا أبو السنابل هو بين لكن هذا البيان كان بأسلوب هين لين كما اتفقنا أنه القاعدة أم كان فيه شدة قلتها بكل صراحة كان فيه شدة الآن ما عدا عما بدأ في السؤال الثاني السؤال الثاني لم يقل له كاذبا أو قال أجعلتني لله ندا الله أكبر هذا أبلغ في الإنكار بارك الله فيك شيخنا قال كمان في قضية أخرى نعم تذكر هذا الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد إيش غوى قال بئس الخطيب أنت شد أم لين المهم بارك الله فيك في هناك أسلوب لين وفي هناك أسلوب شدة الآن بعد أن اتفقنا أنه ليس هناك قاعدة مضطردة على طول لين 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 على طول شدة شدة على طول إذن تارة هكذا وتارة هكذا الآن حينما يتهم السلفيون بعامة إنهم متشددون ألا ترى أن السلفيين بالنسبة لبقية الطوائف والجماعات والأحزاب هم يهتمون بمعرفة الأحكام الشرعية وبدعوة الناس إليها أكثر من الآخرين لا شك فيه. لا شك بارك الله فيك إذن بسبب هذا الاهتمام الذي فاق اهتمام الآخرين في من هذه الحيثية الآخرون يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان مقرونا باللين هذا شدة بل بعضهم يقول هذا مش زمان اليوم بل بعضهم غلا وطغى وقال البحث في التوحيد يفرق الصفوف اليوم فإذا بارك الله فيك اللي بدي أصل معك إليه هو أن القضية قضية نسبية يعني إنسان ليس متحمسا للدعوة وخاصة للدخول في الفروع التي يسمونها بالقشور أو أمور ثانوية فهو يعتبر البحث ولو كان مقرونا بالأسلوب الحسن يعتبره شدة في غير محلها لا ينبغي وأنت سلفي مثلنا لا ينبغي أن تشيع بين الناس ولو هؤلاء الناس القليلين الآن وتذكر أن السلفيين متشددون لأننا اتفقنا بعضهم متشدد وهذا لا يخلو حتى الصحابة فيهم اللين وفيهم إيش المتشدد ولعلك تعرف قصة الأعرابي الذي هم بأن يبول في المسجد فماذا هم به الصحابة هموا بضربه هذا لين أم شدة شدة لكن ماذا قال لهم الرسول دعوه فإذا قد لا يستطيع أن ينجو من الشدة إلا القليل من الناس لكن الحق هو أن الأصل في الدعوة أن تكون على الحكمة والموعظة الحسنة ومن الحكمة أن تضع اللين في محله والشدة في محلها فأن نصف إذن خير الطوائف الإسلامية التي امتازت على كل الطوائف بحرصها على اتباع الكتاب والسنة
وعلى ما كان عليه السلف الصالح بالشدة هكذا على الإطلاق، ما أظن هذا من الإنصاف في شيء، بل ومن الشرف في شيء. أما أن يقال فيهم فمن الذي يستطيع أن ينكر؟ مدام الصحابة فيهم من كان متشددا في غير محل الشدة، فأولى وأولى في الخلف من أمثالنا، خلف بالمعنى اللغوي، فأن يوجد فينا متشدد. ثم الآن نتكلم عن شخص بعينه، هب إنه هين لين، هل ينجو عن استعمال الشدة في غير محلها؟ لا أبدا. فإذا بارك الله فيك القضية مفروغ منها. وإذ الأمر كذلك فما علينا غير أن نتناصح. إذا رأينا إنسانا وعظ ونصح وذكر بالشدة في غير محلها ذكرناه، فقد يكون له وجهة نظر، فإن تذكر فجزاه الله خيرا، وإن كان له وجهة نظر سمعناها منه وينتهي الأمر. كثير من السلفيين يا شيخ، كثير من السلفيين يستخدمون الشدة ولا يستخدمون اللين، يستخدمون الشدة في غير موضعها ولا يستخدمون الرفق في موضعه، وليس قليل. نقول كل الطوائف تفعل هذا، لكن ليس قليل. ونحن لا نقيس، أنا في سؤالي لا أقيس السلفيين على غيرهم من الطوائف الأخرى، لا يهمني أمر الطوائف الأخرى، يهمني أمر السلفيين. كثير من السلفيين وليس قليل يصدون عن المنهج السلفي بأسلوب دعوتهم، بأسلوب دعوتهم للناس، وليسوا قليل هؤلاء. قصدت من السؤال الذي يسجله الأخ محمد أن توجه نصيحة لمن ابتلوا بالشدة وبضيق وبضيق الصدر، هذا هو المقصد من السؤال. بارك الله فيك، توجيه النصيحة ما يحتاج من واحد مثلي أن يوجه نصيحة، والسلفيين وغير السلفيين يعلمون الآية التي ذكرناها آنفا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقرؤون أكثر من غيرهم حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما جاء ذلك اليهودي مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم لاويا لسانه قائلا السلام عليكم، فسمع السيدة عائشة هذا السلام الملوي فانتفضت وراء الحجاب حتى تكاد تنفرق فلقتين كما جاء في الحديث غضبا، فكان جوابها وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. أما الرسول فما زاد على قوله له وعليك. ولما خرج اليهودي من عند الرسول عليه السلام أنكر عليه الصلاة والسلام عليها وقال لها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لا ألم تسمعي ما قلت. فإذا السيدة عائشة التي ربيت منذ نعومة أظفارها في بيت النبوة والرسالة ما وسعها إلا أن تستعمل الشدة مكان اللين. فماذا نقول في غيرها من السلفيين كما تقول، وهم لم يربوا في بيت النبوة والرسالة، بل أنا أقول الآن كلمة ربما طرقت سمعك يوما ما من بعض الأشرطة المسجلة من لساني أو لا، أن آفة العالم الإسلامي اليوم مقابل ما يقال بالصحوة الإسلامية هو أن هذه الصحوة لم تقترن بالتربية الإسلامية. ما في تربية إسلامية اليوم،
ولذلك فأنا أعتقد أنه أثر هذه الصحوة العلمية سيمضي زمن طويل حتى تظهر آثارها التربوية في الجيل الناشئ الآن في حدود الصحوة الإسلامية، إنما هي تصرفات أفراد، لكن هؤلاء الأفراد يعيشون تحت رحمة الله عز وجل، فمنهم القريب ومنهم البعيد.